فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد ولم أصلي بعد تحية المسجد وجلست فترة، فهل أقوم لأصليها أم لا؟ إذا كنت ناسيا فقم، وأما إذا كنت متعمدا للجلوس ثم بدالك أن تأتي بها فات محلها، لا تقوم. نعم، وهي ليست واجبة أصلا، هي سنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تبطل؟ لأن الرجل الذي جاء وجلس والرسول يخطب قال له قم فصلي، قام بعد الجلوس. إذا تركها ناسيا لها وتذكر يقوم ويأتي بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تبطل صلاة من لم يشد أو تركها جاهلا ونبه عليها؟ يقوم ويأتي بها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.